دكتور خالد، ممكن تكلمنا عن أعراض التهاب الجيوب الأنفية والحساسية ونزلات البرد؟ التهابات الجيوب الأنفية دي مرض شائع جدا في الصغيرين والكبار، وليه أسباب كتيرة لها علاقة بالتلوث اللي في الجو والتعرض للحاجات اللي في، طبعا انت عارفة المدنية الحديثة دي طلعت حاجات كتير، وإير كونديشنز والهيوميديتي الكتيرة والتكييف في العربية والتراب والحاجات دي كلها عوامل مساعدة. انا في يعني المريض اللي بيجي له حساسيه مزمنه والتهابات متكرره في الجيوب الانفيه بيجي له رشحه على طول وانسداد في الانف، وفي مخاط بيرجع يبقى متضايق منه، مستخدم المناديل على طول وبيبقى متضايق في التنفس، وممكن يبقى فيه صداع، ولو الحالات بقى بتبقى ما تعالجتش في الاول بتدي مشاكل كتيره تحتاج تدخل جراحي. علشان نتجنب، في اسباب كتير قوي للموضوع، وفي انواع كتير من الالتهابات، حاجات بكتيريه وحاجات فيروس وحاجات اليرجي، بس موضوع كبير. بس اللي انا اقدر اقوله للناس بصفه عامه ان غسيل الايدين والاماكن اللي فيها تهويه جيده يعني درجات الحراره المختلفه، ما بقاش مكان سخن واطلع مره واحده انام في مروحه مباشره هواء، افتح تكييف وانزل مره تانيه في الحر. وبعدين الحاجات البرفيومز والحاجات دي، اللي بيبقى عنده الاستعداد والاماكن المغلقه لسيئه التهويه، كل دي عوامل مساعده ان ممكن يجي لك انفكشن، والانفكشن ده هيؤدي التهابات. لو ما لحقناهاش في الاول بتروحي للدكتور وتتبعي الكلام اللي بيقوله، ممكن تخش في مشاكل كتير. شكرا جدا. العفو.